استمر لمساحتنا الأولى لليوم حيز للموسيقى ورحلة بين أوتار آلة بتختصر ذاكرة ضوئية عن معالم الجمال الموسيقي مع آلة الهارب يلي عم تكون حاضرة بسوريا ببصمة شباب عم يأكد الإبداع والموهبة المتجذرة بأرض الأورنينا وأنشودة العبادة الأوغاريتية. يوم الثلاثاء القادم رح تشهد دار الأوبرا السورية نغم جديد على هالآلة بإبداع عازف الهارب العالمي الروسي ألكسندر بولداتشيف ضمن حفل يقام بالتعاون مع وزارة السياحة وسفارة روسيا الاتحادية بدمشق. لنحكي بشكل موسع عن هالحفل صباحنا غير لليوم رح يكون مميزة مع عازف الهارب الروسي العالمي ألكسندر بولداتشيف ورهف شيخاني عازفة هارب في الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله على سلامتك. أكيد بالبداية خلينا نحكي عن انطباعه الأول عن سوريا وهل هي زيارته الأولى لدمشق. خلينا نحكي عن هذا الشيء. بنعرف أنه وصل يمكن مبارح الساعة 5 المساء. شو عمل من مبارح لليوم كمان؟ Welcome in Syria and we want to know about your impression, your first impression coming to Syria. We know that you arrived at 5 p.m. in the yesterday. Did you have the time to do anything, or is this your first time in Syria? Yes, that's my first time in Syria, and it's it's very difficult to separate what you normally see and read about the country and actual impression, because normally people mix that and they see only what they want to see. So for me it was important to see with the fresh eyes, and for me most important what I saw that the country is developing, and in many places there's a lot of life, a lot of culture, and a lot of hope for the good future. هي أول مرة بيكون بسوريا وبالنسبة له موضوع صعب إنه يفصل بين الانطباع الحقيقي وبين الأشياء اللي بتكون تشربها عن طريق شو سمع عن المكان وشو أرى. لكن هو عم يحاول ينظر لسوريا بنظرة بدون أي يعني أفكار مسبقة. واللي لاحظه وجود ثقافة كبيرة، وجود حياة بأماكن كثيرة، وجود رغبة بالحياة، ووجود أمل والتطور للبلد. يعني ملاحظ أنه عم يصير في تطور. خلينا نحكي اليوم عن خصوصية آلة الهارب والعزف عليها في حفلة حتكون يوم الثلاثاء مثل ما ذكرت على مسرح دار الأوبرا. خلينا نحكي عن الاستعدادات اللي عم تكون لها. هلا نحن عم نحضر للحفله. الشغل كان على مدى طويل، اشهر حتى، لحتى نقدر نوصل لبكره. يعني حفلنا بكره. في اليوم رح يكون في مؤتمر صحفي بدار الاوبرا الساعه 11. التجهيزات يعني على اقصى حدودها. نحن عم لانه نحن حاسين باهميه وجود عازف مثله عنا بسوريا. هو ملهم جدا للاجيال الجديده، لذلك نحن عم نعمل اقصى الجهود الممكنه بالتعاون ومسانده كبيره فعلا من دار الاوبرا ووزاره السياحه والسفاره الروسيه. فبكره يعني ان شاء الله بده يكون حفل جميل جدا ان شاء الله. اكيد ونحن رح نكون معكم وناطرينكم بكل تاكيد. اكيد فنان مبدع على اله الهارب ومؤلف ومدرس موسيقي وفنان شامل عالمي. خلينا نحكي اليوم عن ورشه عمل، وخلينا نحكي عن حفل يوم الثلاثاء، عن التحضيرات كيف عم تكون وكيف حتكون. ترجمه الاولى. You are a virtuoso, a very famous harpist, composer, and teacher. How do you prepare for a masterclass like today and for the concert tomorrow?
The most important in the work of musician is the work with emotions, with the feelings. So for me, of course, besides the technical work, is very important just to feel the atmosphere, feel exactly what I would need to pass, to say, to transmit, and also to the students, what exactly they need right now, which words, which intentions. بالنسبة له مهم جدا العواطف. طبعا في درجة أولى هي التقنيات. التقنيات لا يقدر الإنسان يعزف على الآلة، فهذا لازم يكون شيء متواجد دائما عنده. لكن هو بحاجة لحتى يقدر يفيد الطلاب، يحس بالطالب، يحس الطالب بشو لشو يعني هو بحاجة لحتى يقدر يعطي أقصى ما يمكن. أكيد دائما هي الموسيقى لغة تخاطب أكيد وجدان ومشاعر العالم وين ما كانوا، هي بتعبر عن كل شيء الواحد بيحس فيه. بس بيقولوا دائما الهارب هي آلة بتخص قصص الحب، شو رأيك أنت برهف؟ هلا هذا ممكن يكون، ممكن يكون الهارب له شكل رومانسي يعني، لكن هو له جوانب تانية كتير مختلفة، وحتى يعني برأيي لازم نستكشف هاي الأماكن، يعني الجانب الرومانسي وترابطه حتى بالملائكة، بيربطوا الآلة بالملائكة، بيقول آلة شاعرية ملائكية معروفة. تماما تماما، هذا الشيء جميل جدا أكيد، بس كمان في جانب تاني حلو إنه نكشف عنه، إنه تظهر الآلة فعلا بكامل قدراتها مو بس بجانب واحد. كده رهف بدنا نشكرك، عم تساعدينا بالترجمة والتواصل مع ألكسندر. حابين نسأله اليوم عن الحفلة أو التحضيرات اللي راح تكون ليوم الثلاثاء، شو راح يقدم فيها؟ حيكون يعني لحضوره بالحفلة وجود عزف منفرد ومميز راح يكون. كمان بدنا نسأله، دائما حضرته عزف بكثير بلدان، ولكن دائما كل بلد له خصوصية من حيث الاهتمام بالأنواع الموسيقية، شو بيعرف اليوم هو عن الشعب السوري أو الحضور السوري؟ كيف بيتوقع يكون بالحفلة؟ Okay. They would like to know about the program of tomorrow's concert and being in playing in all of the countries of the world. Every country has its own character, and how do you choose the program according to the audience maybe, or I'm trying to connect my origin Russia to the country where I'm playing, and tomorrow I will play of course a lot of Russian music, but also there will be some modern compositions to show exactly this progression, mm-hmm. which I was saying about, and also something from the region, like I will play the composition about the Saint Ephraim. Mm-hmm. From Syria, this is a prophet of the 4th century, which was born in this region, and his name was the harp of the Holy Spirit. هو عم يحاول بشكل رئيسي يربط بين بلده اللي جاي منه وهو روسيا والبلد اللي بيعزف فيه، فبيختار الأعمال بهالشكل. ممكن تكون أعمال قديمة أو ممكن تكون أعمال فيها حديثة مؤلفة حالياً. في شيء لذلك ببرنامجه رح نلاحظ إنه هو حاطط مثلاً عمل بيتحدث عن القديس أفرام اللي مولود بسوريا بالقرن الرابع. فهو يعني بده يمزج البلدين الحضارتين
ويحكي عن التطور اللي عم يصير بها. أكيد رهف بالأزمة وبعد سنوات الحرب، 9 سنوات قضينا من الحرب، خلينا نحكي عن دور الموسيقى المهم بسوريا. خلينا نحكي كيف وضع سوريا اليوم من ناحية الموسيقية، وشو رأيك بوجود القامات الكبيرة الموسيقيين هنا عم بيجوا على البلد، وقديش عم بيفيد الموسيقيين السوريين الموجودين هون وتبادل الخبرات؟ هلا الفترة اللي مضت فترة أكيد كانت صعبة علينا كلنا بكل الأصعدة، والموسيقى جزء من هالشيء اللي أخذ صعوبات، لكن في إرادة فعلاً إنه نحن نضلنا مستمرين، نحن نضلنا عم نتطور وندور على الشيء اللي بيطورنا. الموسيقى عنصر أساسي، لأنه نحن لاحظنا إنه في بأحلك اللحظات الناس كانت عم بتطالب بالموسيقى وبدها تسمع موسيقى، وبالتالي العازفين حسوا بالمسؤولية بأنه نحن لازم نستمر. لا شك يعني هالفترة حتمت علينا صعوبات حتى بأنه نتطور أكثر، لكن ما وقفتنا. أنه يجي لعنا ناس فعلا موسيقيين معروفين بالعالم كله، هذا الشيء أولاً بفيدنا تقنياً وموسيقياً، لكن أيضاً بيعطينا إلهام وأمل لبكرة أنه لا نحن فينا كمان نقدر نخطو خطوات لحتى نوصل لشيء بيشبه التطور اللي برا موجود. كيف عم تلاقي تفاعل الموسيقيين السوريين مع القامات الفنية الكبيرة اللي عم تيجي لعنا؟ عم يكونوا متحمسين كتير، لأنه نحن بحاجة لأنه نتواصل مع ناس بيحكوا نفس اللغة. طيب برأيك نحن عم ناخذ منهم، هن شو عم بياخذوا منا؟ مثل ألكسندر إجا، شو برأيك حياخذ من الموسيقيين السوريين أو من سوريا ودمشق، يعني الشعب السوري شو حيقدر؟ برأيي نسأله أكيد. We are as Syrian musicians taking a lot of important musicians that visit Syria. But on the other hand, what do you think you could get from our culture? First of all, for me it's interesting that it's a very old nation and one of the first places on earth where is civilization started. And it's interesting to feel this energy, to understand the mentality, to see what exactly the music and the art can do here, how it combine together, and how it developed the society. Because I see that the society here is very different, and it's like my music. It's it's all together. There is very different sides, but in the end, it's just the one. Okay. هو أول شيء يعني حتماً رح يعني له كثير انه هو عم يزور مكان من اوائل الاماكن اللي نشأت فيها الحضارات، فهذا شيء مهم. مهتم ايضا بانه كيف الثقافه ممكن تطور الانسان، خاصه بانه لاحظ انه بسوريا في اختلافات كثير بين الناس، يعني نحن متنوعين خلينا نقول، في تنوع كبير، وهذا التنوع بيشبه كثير الموسيقى تبعه. فبيهمه يشوف كيف المجتمع عم يتشرب هالموسيقى وكيف عم يتطور بهالموسيقى. خلينا رهف يمكن نسأله لألكسندر، يمكن مثل ما ذكرت بالمقدمة الشباب السوري وخصوصا المهتمين بموضوع الموسيقى عندهم طموح كتير كبير وعم يطوروا حالهم يوم بعد يوم. كشاب اليوم وصل للعالمية وزار كتير بلدان وعزف فيها، شو النصيحة اليوم اللي ممكن يوجهها لكل موسيقي، ونحكي عن كل موسيقي سوري وخصوصا بيعزف على آلة الهارب؟
We have a lot of young musicians who have a lot of ambitions. You as a young musician, what do you, what is your advice for them to take and to be better, to become, to reach their goals? To search the way of telling the people what they want to say. Because without the line, without the goal, there is no motivation. So if you have the particular goal that you want to say this and this to the people, then it's much easier to work more, to find... I see the people sometimes they study by themselves. And they read a lot of books, they look in the internet, they find all the materials because they have the goal. They know what they want to transmit. And that's important, and that's important to find. أهم شيء إنه لازم يحددوا شو بدهم يقولوا للناس، شو الشيء اللي بدهم يوصلوا لهم إياه. فهذا هو الدافع الأساسي، لازم يعني لازم الإنسان يختار هدفه ويروح بيلاقي ساعة الطرق ليصل له. بيشوف كتير ناس عم تبحث كتير، حتى بيدرسوا بشكل ذاتي لحالهم. المهم انه يعرفوا هدفهم ليصلوا له. اكيد دائما بيقولوا تصنف آلة الهارب من اكثر الآلات الوترية صعوبة، وبده دائما العازف او العازفة كثير بدها تحدي وصبر لحد ما يقدروا انه يعزفوا عليها ويتمكنوا من آلة الهارب. خلينا نحكي عن وجود آلة الهارب اليوم بسوريا بدار الاوبرا ومعهد صلح الوادي، كيف عم يتفاعلوا الطلاب الجداد معها؟ قديش هي بدها صبر؟ قد ايه بدها هي سرعة بديها آلة الهارب؟ خلينا سبب اختيارك لها انت كعازفة رهب. هلا في صعوبة، كل الآلات الموسيقية صعبة، يعني كل آلة موسيقية لها صعوبتها المختلفة عن الثانية. بالنسبة للهارب أكيد هي آلة فيها تعقيدات شوي ميكانيكية خاصة، لكن هذا ما بيمنع أنه اللي بيحب الموسيقى واللي بيحب الآلة هو رح يتغلب على هاي الصعوبات ورح يصبر. أساساً تعليم الموسيقى هو شيء أساسي بتعليم الطفل الصبر. تمام. في صعوبات بدي أقول أكيد، لأنه كمان آلة الهارب ما لها متواجدة بسوريا، ما لها متواجدة عند الطلاب ببيوتهم لحتى يقدروا يتمرنوا كل يوم. فهنن بالعكس أنا عم شوف رغبة كبيرة عندهم أنه بينزلوا على المعهد ليتمرنوا كل يوم. تمام. بدها صبر، بدها عمل، بدها تفاني كثير مثل اي شيء باي عمل واختصاص بالدنيا. انا اخترتها لانه انا بالاساس تعلمت بيانو. تمام. لكن كان صف الهارب دائما جنب صف البيانو، وكنت شوف الاله وكنت اتحمس انه الاله بتعزف الاوركسترا اكثر من البيانو. انا بحب العمل الجماعي، لذلك قلت ليش لا خليني جرب يعني وروح بهذا الاتجاه، وفعلا حسيت انه كان خيار صحيح بالنسبة لي. اكيد اكيد. بدنا نسأل ألكسندر، بخلال جولته اللي حتكون بدمشق او اقامته بدمشق، شو الاماكن اللي حابب يزورها؟ شو الشغلات اللي حابب يتعرف عليها او يجربها؟ وأكيد ما حنخفي المأكولات الدمشقية والسورية. أكيد. In your stay in Damascus, what would you like to see or try? Food places, anything? Everything. I have time and health. For me is much important to meet the people and to see how they live. The society works, and exactly now the emotions, I mean the feelings of the people. هو حابب يتعرف على كل شيء، عنده الوقت والصحة المناسبين، لكن أهم شيء بالنسبة له إنه يلتقي بالناس، يحكي معهم، يفهم المجتمع، يتواصل يعني عن قرب مع المجتمع ويعرف الناس شو عم بتحس. أكيد.
أكيد دائما هي الموسيقى دائما بتوصل لنا رسالة، سواء رسالة سعادة أو حزن، هي بتعبر عن الفنان وبتعبر، وهي هي الرسالة بتصل لك الإنسان فينا. خلينا نعرف أنت شو رسالتك، وخلينا نعرف ألكسندر كمان شو رسالته برحلته الموسيقية العالمية كمان. هلا بالنسبة لي يعني أنا دخلت شيء بحبه، فأول رسالة بالنسبة لي إنه الإنسان يعمل الشيء اللي بيحبه، لأنه فقط بهي الطريقة بينجح. لا شك الموسيقى شيء مهم لكل إنسان، وبتمنى إنه الموسيقى الجيدة تقدر توصل لكل شخص، لأنه هي فعلاً رح تأثر بحياته. بحاول أعمل اللي بقدر عليه بهذا المجال وبس. هي they would like to know what is your vision and mission in music. What do you think is you want to say? My mission is to unite everything. So I play different compositions of different time: baroque, classic, modern, rock music, and for me, it's all brings the music together. And with my music, I want to bring people together and how to say, destroy the stereotypes, because my instrument is also has a lot of stereotypes, because it's the female instrument and I'm a male artist. But basically for me, the main problem of the world is the stereotypes. This is the problem also here. Mm. And the stereotypes is what make the people separated, what ununite them. So I'm trying to bring this feeling of the unity of people, music, everything, without the stereotypes. بيهتم بأنه يوحد بالموسيقى، يعني هو بيعزف كل الأنماط، بيعزف باروك، كلاسيك، روك. فهو بيهمه أنه نحن ما نفصل، نعزف كل شيء. بس الأهم من هذا الموضوع هو بيهمه أنه نحن ما نعمل تمييز، أو مثل أنه نسمي الأمور. يعني مثلاً آلة الهارب متعارف عليها أنه بيعزفوها الإناث أكثر، بينما هو رجل، فهو بده يغير هالانطباعات الأولية اللي ما بتكون صحيحة بالموسيقى، بالمجتمع، بكل شيء. نحن لازم نوحد بعضنا ونوحد الموسيقى، وليس أنه نكون متفرقين. أكيد. رهف، بختام حديثنا معكم، يمكن إذا ألكسندر حابب يوجه كلمة أخيرة من خلال تواجده معنا. As a final word, do you have something to tell? It's first of all, it was my dream to come here, and I'm very happy that it happened, and I'm going to play. And here, just in this 24 hours which I spent here, I get more hope for the peace, for this place, for the future of the humanity, because I see the people which are much more modern, and they think, they understand, they want to improve, and this kind of understanding that the world is very different, but we just need to accept it as it is, give this feeling of the future. And this is exactly what my art says. هو اولا كان حلم له انه يجي على دمشق، فهو سعيد جدا بانه قدر يجي، وانه بكره رح يعزف للناس ويقدم الموسيقى تبعه بسوريا. بالنسبه له لاحظ بال24 ساعه اللي كان فيهم موجود هون
انه في امل لسلام وفي امل للتطور وانه ناس حابه تتطور وحابه تمشي لقدام وتقطع الشيء اللي مضى. هو شايف شيء مفائل للمستقبل. أكيد إليلا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ألكسندر. شرفتنا عن جد ونورت صباحنا غير نورته لصباحنا غير أكيد ونتمنى لك التوفيق وحنتابع كل رحلتك نحن هون يعني وحفلاتك كلها وورشات العمل اللي حتقوم فيها ودائما سوريا مفتوحة لكل اللي حابين يجوا لهون ويوصلوا رسالتهم أو حتى اللي حابين يوصلوا صوتهم من دمشق لكل العالم. أهلا وسهلا فيك. They are very happy to have you here. They will be following all the concert, the master class, and Syria is always open to people when they want to come and share their experience and culture. So thank you for being here. Thank you. إذا عازف الهارب العالمي الروسي ألكسندر بولداتشيف ورهف شيخاني عازفة هارب في الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. شكرا كثير لتواجدكم معنا ونورتوا صباحنا. شكرا.